النهارده ان شاء الله هعمل لكم سمك بوري وبلطي. هنبدأ مع بعض عشان نلحق نتبل السمك. ليه يا سمر جايبه بلطي وبوري؟ عشان اقول ان يعني الخلطه مش حكرة على حد، يعني عايز تعملي عندك سمك بوري اعملي، عندك سمك بلطي اعملي، عايزه تجيبي سمك اغلى من كده مفيش مشكله. هنعمل بصل اخضر هنا، كفايه شويه شبت، هقطعها، هحتاج بس بوله احط فيها المكونات دي، ممكن اخد قرن فلفل اخضر كمان. قرن فلفل حامي، ممكن تقطعهم جوليان، ممكن تقطعهم كده. في قصة كده حميدة خلف النص، خد شوية بحبها قوي. في بنت مره دخلت على باباها متعصبه ومتنرفزه قوي، بتقول له انا تعبت من الدنيا، وكل ما احل مشكله ادخل في مشكله ومفيش حاجه بتتحل بالساهل وكده. فقام اخدها، كان باباها اتشف، اخدها على المطبخ وحط ثلاث يعني اوعيه، وجاب بيضه حط ميه في الثلاث اوعيه دول، وفي الوعاء الاول حط بيضه، في الوعاء الثاني حط الجزره، وفي الثالث حط القهوه. وبعدين فالبنت قاعده تتفرج عليه وباباها ساكت خالص بيتكلمش بيقولش اي حاجه. فبعدين بعد ما خلاص استووا قام طلعهم من على النار وحطهم في اطباق، في بولة صغيرة كده، البيضة والجزرة والقهوة، حطها في كوباية. فبعدين في البنت بتقول له ايه يعني انت قاعد ساكت قاعد ساكت قاعد ساكت، قال لها جسي الجزرة كده، قالت له طرية قوي، قال لها طب والبيضة لما حطيتها في النار ايه اللي حصل؟ قالت له يعني بقت ماسكة من جوة نفسها. قال لها طيب هي الدنيا كده، في ناس تبقى قوية زي الجزرة بس اول ما تتحط في المية المغلية اللي هي الحياة، هحط ملح بقى وفلفل اسود وشطة وكمون وكزبرة وحركات بتاعتنا، اول ما بيتعرضوا لضغوط الحياه بيبقوا زي الجزره طريه كده، وفي ناس زي البيضه من جواها اي خبطه ممكن تتكسر وتبهدل الدنيا، بس هي اما بتدخل تتعرض للحراره والميه المغليه وكده زي اللي هي الدنيا يعني، بتبقى متماسكه وبتنشف وبتجمد. في حاجه اصلا يعني شطة، كزبرة، الجزرة والبيضة ما قصروش في المية، ما يقدروش يقصروا فيها،
المايه هي اللي اثرت فيه، وانا هحط رشه زيت زيتون. ممكن احط عصره ليمونه. انا حطيت كرفس وبصل اخضر وكرات وثوم وشطه وكزبره وكمون وملح، وهحط ليمون دلوقتي. فبقول ان البيضه والجزره ما اثروش في الميه، هما اتاثروا بالميه، لكن الوحيده اللي اثرت في الميه وتفاعلت معاها وغيرت حتى من تشكيلها هي القهوه. هي اللي، فهو بيقول لك في ناس كده تقدر تمتزج بالحياه وتاثر فيها وتغير من لون الدنيا حتى بصعوباتها، وفي ناس مع مصاعب الحياه تقعد على جنب كده وتحط ايديها وتقعد تعيط وتقول انا اتكسرت، انا خلاص انا مش هقدر اقف تاني. وفي ناس زي البيضه تلاقيهم ناشفين كده وجامدين وحادين قوي في كل حاجه في حياتهم. هما ما بقوش كده من عشان هما كده، لا، هو احنا كلنا بندخل بنتعرض للضغوط والحاجات، بس في ناس تفاعلت مع الضغوط غير التانية. انا ليا صحاب يحصل مثلا مشاكل او اي حاجة او اي ضغوط تلاقيهم باردين، اقول يا ربي ايه البرود ده، ايه الهدوء ده، ايه الرسيان ده. بس انا هكتر الملح شوية، بس اكتشفت ان هو ده الصح، يعني ان الواحد يبقى هادي وراسي ويبقى عنده ثبات انفعالي، يعني هم بيقولوا عليها الثبات الانفعالي. يعني دي حاجة ناس كتير ما بتقدرش تسيطر عليها. انا هبتدي دلوقتي بس اولع نار على الجريلا، مش عايزة ده. هحط نقطة زيت هنا بس، كالعادة الطريقة السريعة سريعة. تمام، دلوقتي هتبل السمك. بصوا بقى، انا السمك منضفاه من جوه كويس، بس ما عملتش اي حاجه في الـ ما شلتش القشر، ما شلتش اي حاجه، خليته بس يقص لي الحاجات دي عشان بتشوك، بس ما شلتش القشر ولا شلت اي حاجه، هو بس تنظيف من جوه فقط لا غير. دي اول واحده. تمام، انا هبدا بيها، هبدا بالبودي وبعدين هعمل البودي ان شاء الله. انا حطيت اول واحده على النار، هحشي الثانيه على الجريلا. احط الثانيه. بسم الله. هتبل دولة. ممكن هنا ازود شوية كرفس كمان، عشان ايه، هي هتحتاج تتبيل كتير. استني، ريحة السمك ابتدت تطلع ان شاء الله. طريقة سهلة وسريعة، وايه، ومش محتاجة بقى تقعدي تفتحي الشواية ولا اي حاجة.
دي كده. انا هعمل دي ونجهز على طول نعمل الرز عشان الوقت. دي هخليها هنا تجهز كده، مش عايزه اسيب دول. خلوا بالكم كويس عشان ما تطلعش بره عشان ما تتحرقش. بس تمام، انا هظبطها وانا بحطها في الطاسه. هغسل ايدي بس. هحتاج طبق تمام، يعني بالراحة عليها عشان الحشوة ما تخرجش منها. تمام جدا كده. انا هنضف ده بقى في السريع كده عشان ابتدي في السمك البلطي. عايزين بقى نعمل الصوص سريعا جدا اللي هنحطه على السمك. هحط كرفس وبصل، شوية ثوم محترمين كده، شوية بقدونس، شوية كزبرة، ممكن احط كمان دي بصل، ميه، عصرة ليمونة، ممكن احتاج دي كمان. بس تظهر تمام. هحط ملح وكمون وشطة وكزبرة، ملح، كمون، شوية شطة، ده حظ الله ياكل ده حظ الله ياكل غالبا كده ربنا يعني يا حظهم. لونها احمر. في اكلات كده بتبقى حظوظ. طيب انا هطلع بس السمك البلطي، هطفي النار دي كده. تمام جدا. تمام جدا كده. متعودة امسك حاجات سخنة عادي. هحط بقى بالراحة الصوص ده.